انضم لنا من مصر الدكتور محمد صابر حافظ، استشاري بأمراض القلب والأوعية الدموية. تحياتي دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك ببرنامج دوز. أهلا وسهلا، وشرف لي أن أكون معكم إن شاء الله. أهلا وسهلا دكتور. دكتور، حابين نعرف اليوم أكثر من حضرتك عن تصلب الشرايين، هاي الإصابة القلبية شو هي وكيف بتصير عنا؟ تمام حضرتك. طبعا في الأول لازم نعرف يعني إيه شريان. الشريان هو الوعاء الدموي اللي بيوصل الدم المليء بالأكسجين وبالغذاء للأعضاء المختلفة. تصلب الشريان يعني بيبتدي يحصل ترسبات في داخل الشريان أو جدار الشريان. الترسبات دي بتبقى ترسبات دهنية. تمام. شوية شوية دي بتبقى عملية تدريجية، بتحصل سنة ورا سنة، مش بتحصل في يوم وليلة، بتحصل على مدار سنين. الترسبات دي يوم بعد يوم بتزيد وبتدي يحصل عليها تكلسات، فيبدأ الشريان يفقد خاصيته اللي هي المرنة. تمام. ويبتدي يتصلب لوجود التكلسات والترسبات اللي فيه، بقى عامل زي الطباشير لحضرتك لو يعني صح التعبير، وبالتالي يبقى عرضة للضيق، لان هو الترسبات دي بتبقى جوه الشريان، يبقى الدم اللي ماشي جوه الشريان يقل، يحصل ضيق، يقل الغذاء والاكسجين اللي رايح للاعضاء، وفي نفس الوقت يبقى عرضة كمان للتكسر او الانفجار او يحصل منه نزيف. وبالتالي التصلب بيعمل الاثنين، ممكن يعمل ضيق وتجلطات، ممكن يحصل منه نزيف. لو حضرتك بقى بنتكلم في الاخص بالنسبه للشرايين القلبيه اللي اسمها الشرايين التاجيه، لو حصل فيها تصلب او ضيق بيبتدي الشريان التاجي اللي هو بيبقى محاوط القلب زي التاج، عشان كده اسمه الشريان التاجي، يبتدي يقل الغذاء اللي رايح للقلب ويبتدي يحصل بقى الازمات القلبيه المعروفه. طيب فينا نعرف دكتور اسباب تصلب الشرايين، يعني كيف صار هالشيء وقديش الوراثه بتلعب دور بهيك نوع من الاصابات؟ اوكي. طبعا تصلب الشرايين حضرتك له اسباب كتيره، ممكن نقسمها تحت ثلاث عناوين كبار، وتحت كل عنوان في ثلاث اسباب، يبقى ثلاثه في ثلاثه، يبقى عندنا تسع اسباب رئيسيه لتصلب الشرايين. اتفضل. الثلاث عناوين الكبار هم اولا عوامل ملناش علاقه بيها، ملناش دور فيها خالص، خارج عن ارادتنا، وفي ثلاثه لهم علاقه بنمط الحياه، وفي ثلاثه امراض مزمنه. اولا الحاجات اللي ملناش دور فيها هي السن، مع تقدم السن بيزيد تصلب الشرايين. ثانيا الرجال اكثر عرضه لتصلب الشرايين عن النساء. ثالثا اللي حضرتك قلت عليه اللي هو العامل الوراثي. طب انا ازاي اعرف، انا كانسان طبيعي ما عنديش اي حاجه، ازاي اعرف ان انا عندي عامل وراثي او ان انا عرضه لتصلب الشرايين؟ تمام. اي حد فينا لو عنده حد من الاقارب درجه اولى، اب ام اخوات، جالهم مرض له علاقه بتصلب الشرايين زي ازمات قلبيه او جلطات او كده قبل سن ال 55 لو رجل، او قبل سن ال 65 لو امراه، يبقى انا كده عندي عامل وراثي، يبقى انا كده اكثر عرضه لتصلب الشرايين. يبقى دول التلات عوامل اللي انا ماليش اي دور فيهم. في ثلاثه تانيين لهم علاقه بنمط الحياه، اللي هم طبعا التدخين عامل مهم جدا، ثانيا العادات الغذائيه الخاطئه، وثالثا الحياه الخامله او قله ممارسه الرياضه. تمام. اخر ثلاثه هم التلات امراض المزمنه، اللي هم الضغط العالي، البول السكري، وارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم. طيب اوكي دكتور، الاعراض حابين نعرف شو هالمريض اللي عنده تصلب الشرايين شو ببلش يحس وشو الاعراض اللي بيعاني منها؟ طب تمام. طب حضرتك احنا هنتكلم دلوقتي عن تصلب شرايين القلب، لان هو تصلب الشرايين ممكن يصيب اي عضو، ممكن يصيب المخ ويحصل جلطه في المخ، ممكن يصيب الكلى، ممكن يصيب القدمين. لو احنا بنتكلم على القلب، تصلب الشرايين التاجيه بيبتدي بحاجه اسمها ذبحه صدريه مستقره. يعني ايه ذبحه صدريه مستقره؟ يعني انا امشي مسافه 100 متر 200 متر يبتدي يحصل عندي ازمه شديده والم شديد، يعني بتصير على الصدر، يعني بس يكون مريض مجهد تعبان بالظبط. دي في اول مراحله بيبقى الالم مصاحب بالمجهود. تمام. امشي شويه يجي لي طبقه في نفسي او حجر او طوبه او الم شديد في نص صدري مع تعرق، اقعد ارتاح دقيقه دقيقتين خمس دقائق الالم يروح. يبقى ده كده في اول مرحله اسمها ذبحه صدريه مستقره، ودي علامه مهمه جدا، واي مريض يبتدي يحس بهذه الاعراض يجب ان يتوجه الى الطبيب المختص. تمام. لان دايما معالجه الامر في اوله احسن ما يتدهور. طب ايه الدرجه الاكثر خطوره؟ احنا قلنا ان تصلب الشرايين ده هو التراكم للدهون، بيحصل ترسب للدهون في الشريان. اذا الترسب الدهني ده هو انفجر وحصل فوقيه
تجلط، يحصل غلق تام في الشريان التاجي. ده يعمل بقى ذبحة صدرية غير مستقرة أو جلطة في القلب أو احتشاء في القلب. دي علامة خطيرة جدا، بيبقى ألم مستمر ما بيروحش خالص مع تعرق شديد مع إحساس بالغثيان. واجب على المريض أن يتوجه بسرعة جدا لأقرب مستشفى عشان ياخد العلاج اللازم، اللي هو إما بيبقى مذيب للجلطة أو قسطرة قلبية عاجلة علشان نعيد فتح الشريان ونمنع حدوث ضعف في عضلة القلب. تمام. طيب دكتور محمد، حكيت حضرتك أنه ممكن يكون ارتفاع الكوليسترول أو الشحوم يلعب دور بأنه يصير عندنا تصلب بالشرايين، مظبوط؟ قديش نحن بحاجة للمريض يكون يعني له فترة عم يعاني من هالشيء، أو الكوليسترول والشحوم عنده غير مضبوطة؟ يعني أكيد هالشيء ما حيصير بيوم وليلة، بحاجة لوقت. أكيد أكيد. حضرتك عارفة أن تصلب الشرايين مش بيبدأ من عمر متأخرة، تصلب الشرايين بيبتدي من أول ما الإنسان بيتولد، وهو عملية تشيخ طبيعية للشرايين التاجية أو لشرايين الجسم. لكن في عوامل بتعمل زيادة في نسبة أو في سرعة حدوث التصلب دوت، منها نسبة الدهون في الدم، لأنه نسبة الدهون قد إيه كوليسترول عالي ده مؤشر خطير جدا لمدى حدوث التصلب. وبنهتم بنسبة معينة محددة جدا اللي هي نسبة الكوليسترول الضار. تمام. اللي هي بتبقى اسمها LDL أو نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. وده له نسب معينة معروفة عالميا. المريض الإنسان الطبيعي لازم يبقى نسبة الكوليسترول الضار ده هو أقل من 115، أعلى من كده يبقى هو معرض للتصلب. لو هو مريض عنده ضغط أو عنده سكر أو عنده أمراض في القلب، النسبة لازم تكون أقل من 70 أو ممكن أقل من كده كمان. طيب دكتور، حابين نعرف بما انه عم نحكي على الكوليسترول والشحوم، معناتها الغذاء له كثير دور مهم بالوقايه وحتى بالعلاج من تصلب الشرايين، شو راي حضرتك؟ اكيد اكيد طبعا. النمط الغذائي مهم جدا للحفاظ على صحتنا والبعد عن تصلب الشرايين. في امراض بنحب ان احنا نقلل منها خالص او نمنعها، في اكلات قصدي نحب نقلل منها او نمنعها، وفي اكلات نحب نزود منها. الحاجات اللي نحبش تبقى زياده في الاكل، اولا النشويات والسكريات، السكر اللي بتحط في الحلويات في المشروبات، العيش والرز والخبز المكرونة الكتير، الحاجات دي كلها مش صح ان هي تبقى كتير. الدهون المشبعة زي المقليات او زي كل الفاست فود اللي هو الوجبات السريعة اللي بنجيبها من المحلات دي، كلها بتبقى دهون مشبعة وخطيرة على القلب وبتزود نسبة حدوث انسداد الشرايين. تمام. وعلى الجانب الاخر في حاجات نحب نزودها زي الخضروات، زي الفاكهة، زي البروتين منزوع الدسم، زي المكسرات، شرب السوائل كتير، كل الحاجات دي ضاره. طيب. وكل الحاجات دي قصدي نافعه ولازم تزيد. اي حاجه يعني زي ما المثل البلدي بيقول، اي حاجه طالعه من الارض تبقى جميله جدا ومفيده، واي حاجه جايه من مصنع مصنعه ديت المفروض نقلل منها قدر المستطاع. طيب دكتور محمد، حابين نحكي هلا عن العلاج اكثر، شو الحل لهيك نوع من الاصابات وتصلب الشرايين؟ ممكن نلجا للحل الجراحي باي حالات طبعا. اوكي طبعا. حضرتك هنقسم العلاج الى شقين، لو احنا بنتكلم عن هي ذبحه صدريه، يعني هو مريض مجرد يمشي شويه يجي له الم في صدره، ولا هي جلطه في القلب وهو مريض جاي في الطوارئ بجلطه قلبيه وحاله خطيره. بالنسبه بنتكلم عن الذبحه الصدريه المستقره، بيبقى في الاول بنبدا علاج دوائي، بنبتدي بالادويه اللي هي مسيلات في الدم وموسعات للشرايين، ونشوف اخبارنا ايه. اذا الموضوع ابتدى تستقر والالام ابتدت تقل، خلاص بنشوف نسبة الضغط والسكر والكوليسترول ونغير نمط الحياة ونمشي بالعلاج والدنيا كده تبقى كويسة. إذا لم يستجب المريض للعلاج الدوائي، ساعتها بنضطر إن احنا نعمل قسطرة تشخيصية. يعني إيه قسطرة تشخيصية؟ يعني احنا بندخل من الشريان يا إما بتاع اليد يا إما بتاع الفخذ، ندخل أنبوبة طويلة اسمها القسطرة بتوصل للقلب والشرايين التاجية، نعمل تصوير للشرايين التاجية، ولو فيها دي نقدر نوسعه عن طريق البالونة والدعامة. لكن لو في حالات معينه بيبقى الضيق شديد قوي وتكلسات كتيره وكذا شريان متضيق، ساعات ما بينفعش الدعامات وبنضطر ساعتها للحل الجراحي اللي هو جراحه القلب المفتوح وترقيع الشرايين التاجيه. لو احنا بنتكلم عن الذبحه غير المستقره او الجلطه، دي طبعا بتحتاج ان المريض يتوجه للمستشفى في اسرع وقت ممكن، في اقل من ساعه، ونقدر نتدخل بقى بالظبط كده، نقدر نتدخل في اسرع وقت، اما باعطاء مذيب للجلطه عشان نفتح الشريان تاني. طيب. او ندخل بقى بقسطره اسمها قسطره اوليه، نعمل توسيع وتركيب دعامه في اسرع وقت ممكن. دكتور محمد، كيف الكورونا عندكم بمصر هلا؟ شلون الوضع عندكم؟
والله الحمد لله احنا دلوقتي في الموجة التانية، لكن الحمد لله الأعداد ابتدت تنخفض، فالحمد لله احنا ماشيين كويس في انتظار ما سيأتي بعد كده ربنا يستر. الحمد لله الله يحمي الجميع. طب كورونا والأمراض القلبية دكتور، شو آخر الدراسات والأبحاث؟ طبعا كثير سمعنا وعم نشوف وتم توثيق كثير حالات انه عم يصير في عنا مشاكل بالقلب نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وعم يسبب مشاكل قلبية، خلينا نعرف أكثر من حضرتك لوين توصلت الأبحاث مما يخص كورونا والأمراض القلبية؟ طبعا سؤال مهم جدا، أشكر حضرتك عليه. في علاقة ما بين الكورونا والقلب، بحيث ان الكورونا بتأثر على القلب، وكمان المرضى اللي يعانون من امراض قلبية مزمنة اكثر عرضة لمضاعفات الكورونا. خلينا ناخدها واحدة واحدة. الكورونا معروف جدا ان هي بتعمل تجلطات، وعشان كده واحدة من العلاجات الاساسية في البروتوكول بتاع علاج الكورونا هو مسيلات الدم، ان هي بتعمل طبعا تجلطات في الشريان الرئوي، وممكن يحصل تجلطات كمان في الشرايين التاجية. هي دي مشكلة الكورونا الأساسية، مش بس إنها بتأثر على الرئة، كمان بنزيد حدوث تجلطات في القلب. تمام. والعكس، المريض اللي بيعاني من قلب، سواء ضعف قلب القلب، سواء عامل قسطرة ومركب دعامات، عنده قصور في الشرايين التاجية، ده بيبقى أكثر عرضة للمضاعفات. لازم بيخلوا باله أكثر من الإنسان الطبيعي، لبس الماسك والتباعد الكحول، ينزلش غير للضرورة القصوى، لأن هو أكثر عرضة لا قدر الله لأي مضاعفات نتيجة للمناعة الأقل بالنسبة له. تمام، شكرا كثير دكتور محمد صابر حافظ، كنت معنا من مصر، تحياتنا لك ولكل شعب مصر الحبيب، شكرا كثير لك. شكرا، تحياتي.